الاهلي بيحقق انتصار غالي ليه النهارده على الاسماعيلي بنتيجه 2-0 على ارضيه استاد برج العرب في لقاء متوسط الاداء. خلينا نكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان شاهد غضب قوي جدا من يعني الثلاثه اربعه كده اللي بيحضروا الاسماعيلي النهارده في المدرجات. خلينا اقول لكم ان من البدايه النهارده كانت في حاله من الروح الرياضيه كده ما بين الجهازين الفنيين. كان حسين السيد لاعب الاهلي السابق والاسماعيلي الحالي حريص اللي هو يروح ويسلم على كل دكه الاهلي من قبل بدايه المباراه، وبدا يروح برده المستر موسيماني كده ويسلم عليه. كان باين بعد على طول انتهاء او دخول وجلوس لاعبي وبدلاء الاهلي وجهاز الاهلي على الدكه، بدا احد كده مسؤول التعقيم اللي موجود في الفريق يعقم كل ايد لاعبي الاهلي وكل اعضاء الجهاز الفني الاهلي النهارده اول نزولهم كده. لكن النهارده برده الجهاز الفني الاسماعيلي كان حريص اللي هو يروح ويسلم على الجهاز الفني الاهلي، وكان في حاله ود واحترام قوي جدا ما بين الجهازين الفنيين من قبل بدايه المباراه. النهارده بقى صبح يعني الحارس الاسماعيلي كده هو اللي كان متواجد في المدرجات وكان حريص اللي هو يآزر الاسماعيلي من المدرجات، كان متواجد النهارده لمسؤولي الاهلي بقى على راسهم كده الكابتن عمرو فاروق اللي كان متواجد من اللحظات الاولى كده من المباراه. لكن لو كلمتكم على اجواء اللقاء لحد ما كانت هاديه طول المباراه لحد لما بدات بقى يظهر فيها الاعتراضات كده، توجيهات وتعليمات مستمره من مستر موسيماني وكلام كتير جدا ما بينه وما بين كل لعيبه الاهلي وتوجيهات مستمره منه لكل لعيبه الاهلي، وده اللي بيعمله برده الجهاز الفني للاسماعيلي. لكن الى حد ما بدات الاجواء تتغير وبدات الدنيا تشد شويه اول لما بدا كابتن ابراهيم النور الدين يوقف اللقاء كده عشان يروح يبص على ركله جزاء كان عايز يعني او كانت الاسماعيلي بيطالبوا بيها، وبدا يتوجه فعلا للفار. وده بقى اللي خلى الكابتن سيد عبد الحفيظ يقوم كده ويتكلم مع الحكم الرابع ويقول له يعني اللي باين جدا اللي هي ما فيهاش حاجه وده التعطيل للوقت وخلاص. بدا يحصل مشادمه بين الاثنين ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وما بين الحكم الرابع اللي على طول بقى بعد اما كابتن ابراهيم نور الدين خلص كده يعني الفار بدا يوقف اللعب تاني وبدا يناديله علشان يجي يدي للكابتن سيد عبد الحفيظ انذار. كان واضح ان الشده قويه شويه ما بينهم، وبدا فعلا الكابتن ابراهيم نور الدين يروح يتوجه للكابتن سيد عبد الحفيظ ويتكلم معاه ويرفع له الانذار كده. كان واضح ان الكابتن سيد متضايق جدا من عمليه الانذار ديت. لكن دونجا بقى النهارده لاعب الاسماعيلي كده يعني اللي كان متواجد النهارده على دكه البدلاء هو اللي كان حريص اللي هو يدخل برده مع الحكم الرابع في وسط حديث كده، وبدا يقول له اللي هم ليهم ضربه جزاء وبدا يتكلم معاهم. بدا الحكم الرابع كده من بعيد لبعيد يعني يقول له اهدى وما تتكلمش كتير، لان كان لسه قبلها ما فيهوش بلحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ واخد انذار، فبدا يشاور له كده يعني ويقول له اهدى. بدا اكتر من حد من الجهاز الفني يقول للدونجا خلاص اهدى. كان باين القلق وكان باين التوتر على دكه الاهلي اللي كان واضح اللي هي مش عاجبها الاداء خالص الشوط الاول، لان الاسماعيلي هو اللي كان مسيطر على كل مجريات الامور الشوط الاول. لكن اول لما انتهى الشوط الاول بقى الاثنين راحوا اعترضوا على حكم اللقاء وراحوا يتكلموا مع حكم اللقاء. عدد من لعيبه الاسماعيلي كده راحوا يتكلموا مع الكابتن ابراهيم نور الدين، لكنه على طول كان بيسلم عليهم وبيطالبهم اللي هم يدخلوا الغرف الملابس. بدا بقى الشناوي يروح ويتكلم مع الكابتن ابراهيم نور الدين، وبدا برده بهدوء كامل كده يقول له يعني روح وادخل غرف الملابس ومحدش يتكلم معايا. بدا على طول الكابتن سيد عبد الحفيظ ومحمد هاني برده يتوجهوا لابراهيم نور الدين ويتكلموا معاه، لكنه برده كان بيطالبهم باللي هم يخرجوا على طول. وبدا الكابتن سيد عبد الحفيظ ياخد محمد هاني ويدخلهم. كان الكابتن ابراهيم نور الدين اللي بيروح عليه بيسلم سواء من الاسماعيلي او الاهلي، سلم عليه سلام قوي كده. اول بقى لما راح يعني مسؤول الاسماعيلي او اثنين كده من دكه الاسماعيلي يتكلموا مع الكابتن ابراهيم نور الدين بدا يسلم عليهم، وبعدين لما احد الاشخاص كده مد له الكابتن ابراهيم نور الدين ايديه وما ردش عليه فبدا يزعق له كده ويقول له يعني كله يدخل جوه، وبدا على طول الكابتن ابراهيم نور الدين يسيبه ويمشي، وده اللي اغضبه بشكل قوي جدا وبدا يبص له كده. لكن احد الحكام بقى وحكم الرايه كده بدا يتكلم معاه عشان يهدي الدنيا ويلطف الدنيا شويه. كان واضح الكابتن ابراهيم اللي هو زهقان او متضايق او مش عايز حد كتير يتكلم معاه. الشوط الثاني بقى كان شوط القلق وشوط التوترات وشوط الاعتراضات الكتير، توجيهات كتير جدا وكلام كتير جدا من مستر موسيماني لعيبته وتوجيه مستمر منه، وده اللي بيعمله دكه الاسماعيلي، توجيهات كتير جدا وتعليمات كتيره جدا من دكه الاسماعيلي لكل لعيبتها. كان باين مروان محسن قبل ما ينزل اللي هو من وقت اللي اتكلم كده بيتكلم مع زملائه على الدكه على اكتر من حاجه من المباراه. لكن خليني اقول لكم بقى الوضع بدا يتغير خالص اول لما احتسبت ركله جزاء للنادي الاهلي، وبدا على طول بقى يكون في اعتراضات قويه جدا على دكه الاسماعيلي اللي وقفت واعترضت بشكل قوي جدا، وبدات تزعق كده للحكم الرابع وبدا يقول له يعني الكره ما فيهاش اي ركله جزاء. بدا الكابتن ابراهيم نور الدين يقف في الملعب كده ويستنى الفار لما ياكد له ركله الجزاء، وده بقى اللي اغضب دكه الاسماعيلي. يعني اول لما تم احتساب ركله الجزاء وبدا على طول في الفار يقولوا له الكره ضربه جزاء اعترضوا بشكل قوي جدا اكتر من يعني من اعتراضهم على ركله الجزاء، وشافوا ان الكابتن ابراهيم نور الدين كان لازم يروح للكره وكان لازم يشوف الكره زي ما يعني شافها للاهلي، كان لازم يشوف
ما شافها الشوط الاول كان لازم يشوفها الشوط الثاني، وبداوا يعترضوا كده ويقولوا ما هو جه الشوط الاول شاف ركله الجزاء بتاعنا، كان لازم برده يجي دلوقتي يشوف ركله الجزاء. كان ده اللي اعتراضهم، واجه اعتراضهم اللي هو ما راحش للفار عشان يبص على ركله الجزاء. كان في اعتراضات قويه وكان في سعاده وارتياح على دكه الاهلي. دونجا بقى بدا يتكلم كتير مع الحكم الرابع ويعترض عليه كتير جدا بسبب موضوع ان الحكم ما راحش للفار، وبدا بقى الحكم الرابع يعني يقول له اهدى خالص عشان انت اعتراضاتك كترت، وبدا الى حد ما يهديه. اول بقى لما جه الجول الاول للاهلي سعاده على الكابتن عمرو فاروق اللي بدا يسقف كده. كان كابتن عمرو فاروق النهارده طول اللقاء كده وهو قاعد في المدرجات واضح عليه على مدار اللقاء اللي هو مش عاجبه الاداء، رياكشن وشه وحركه ايديه كده وهو قاعد، كان باين اللي هو مش عاجبه اداء لاعبي الاهلي النهارده. لكن بعد الجون بدا يرتاح شويه وبدا بقى يسقف كده للاعيبه، وبدات تظهر عليه السعاده، بدات السعاده تظهر على كل لعيبه الاهلي وعلى كل دكه الاهلي النهارده، وبدا بقى الغضب يظهر على اكتر من حد من الناس اللي كانت متواجده النهارده للاسماعيلي كده في المدرجات، اللي بداوا بقى يزعقوا للحكم ويعني يقولوا له حكم ده ظلم، وبداوا يزعقوا يعني للكابتن ابراهيم نور الدين كده من المدرجات، وبدا بقى يظهر عليهم القلق والتوتر. اللي قاعد كده حاطط ايده على راسه واللي قاعد عمال يزعق وقاعد يخبط على رجله كده، كان باين اللي هم متضايقين جدا، وكان باين اللي هم يعني غضبانين جدا من النتيجه ومن يعني سر اللقاء. لكن النهارده اللي كان بقى مشدود عليهم في اللحظات الاخيره هم اطفال الكور الصغيرين اللي كان على طول الدكتين بيطالبوهم بسرعه اللي هم يرموا الكوره، خصوصا دكه الاسماعيلي، لان طبعا الاطفال اللي موجودين النهارده متواجدين للاسماعيلي، فكانوا على طول بيطالبوه باللي هم يرموا الكور بسرعه، وده اللي كانوا بيعملوه. لكن اول بقى لما جه الجون الثاني الاهلي اللي قتل اللقاء كده، بدات السعاده القويه تظهر على كل لعيبه الاهلي بقى وكل بدلاء الاهلي اللي قاموا احترفوا مع صلاح محسن بشكل قوي جدا، وبداوا يعني ينادوا عليه كده وبداوا يهزروا ويضحكوا. بدا يظهر على علي لطفي بقى وعلى الشحات كده السعاده القويه جدا، وبدا على طول سعد سمير ينادي على يعني على صلاح محسن، وبداوا يهزروا ويضحكوا مع بعض. كان باين اللي هم فرحانين جدا النهارده بالجول الثاني اللي قتل اللقاء كده بالمعنى الكروي، وبداوا خلاص على طول بقى يرتاحوا بشكل كبير جدا. بدات بقى العصبيه الاكثر والانفعال اكثر تظهر على جمهور الاسماعيلي النهارده اللي كان غضبان جدا من النتيجه وكان زعلان جدا، فضل واقف كده باين عليهم الصدمه وباين عليهم الحزن القوي جدا. اول لما انتهى اللقاء بقى حاله احترام قويه جدا ما بين يعني اللاعيبه سواء الاهلي او الاسماعيلي، راحوا مسلموا على بعض وكان في حاله ود ما بينهم كده. بدا على طول عمرو السوليه يتجه لكل دكه الاسماعيلي بعد نهايه المباراه، راح وقف عليهم كده او معاهم ووقف وسلم عليهم، وبدا يعني يصافحهم بعد نهايه المباراه. كابتن ابراهيم نور الدين على طول كان اي حد بيجي له كان بيسلم عليه ويطالبه اللي هو يدخل على طول، محدش يتكلم معاه. كان باين بقى الغضب على مسؤولي الاسماعيلي وعلى جمهور الاسماعيلي المتواجد كده او الخمسه سته اللي كانوا متواجدين، وعلى احد مسؤولي الاسماعيلي اللي فضل قاعد كده متضايق جدا وبدا يزعق وقعد يقولوا يعني انتوا عايزين مننا ايه، وكان باين اللي هو غضبان جدا وكان باين اللي هو متضايق جدا، كان واضح عليهم الغضب والحزن القوي جدا. مستر موسيماني على طول سلم على كل لعيبه الاهلي اثناء خروجهم كده، وبدا يعني يهنيهم بالمباراه يعني النهارده، بيقول للاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققه على الاسماعيلي بنتيجه 2-0 على ارضيه استاد برج العرب، وهارد لك لكل جمهور الاسماعيلي ولاعيبي الاسماعيلي.